ملوك الصلاة، بمجرد سماعها تتذكر الأهلي، وعندما تقارن بين ألعابها يتصدرها الأهلي، وعندما تتحدث عن أبطالها بلا شك يتواجد الأهلي في المقدمة. ولم لا؟ فهو الأهلي وأبطاله ملوك الصلاة عبر التاريخ، وكأنه صنع في الأهلي، فالتاريخ لا يذكر إلا بالأرقام، وعندما تتحدث الأرقام لن تذكر سوى الأهلي، ليس في لعبة واحدة بل في كل ألعاب الصلاة. ولعل ما يحدث هذا العام من تتويجات ملوك الصلاة بالبطولات الواحدة تلو الأخرى يؤكد ويرسخ حقيقة ملوك الصلاة بالأرقام وليس بالأمنيات. الأهلي في الموسم الحالي وما زال القوس مفتوحا لاستقبال مزيد من البطولات، حقق 15 بطولة وتحديدا في ألعاب اليد والسلة والطائرة مقابل 4 بطولات فقط لنادي الزمالك. نادي الشياطين الحم للأهلي كيان ومكان للقلب وعشق حم. في كرة السلة احتكر الأهلي كل البطولات واقتنص كل البطولات التي شارك بها محققا 6 ألقاب، ولم يحقق منافسوه أي بطولة. فعلى مستوى الرجال توج الفريق ببطولة كأس مصر ودوري مرتبط، وعلى مستوى السيدات توجنا البطلات بكل من السوبر المصري وكأس مصر ودوري المرتبط ودوري منطقة القاهرة. الأهلي كيان ومكان في القلب وعشرة حب. وفي كرة اليد جمع فريق الرجال بالدوري والكأس بالإضافة إلى السوبر الإفريقي والتأهل لكأس العالم للأندية سوبر جلوب، فيما جمعت السيدات الثنائية دوري وكأس، فيما توج الزمالك ببطولة واحدة وهي السوبر المصري. وفي الكرة الطائرة فاز فريق الرجال بالبطولة العربية والسوبر المصري، وفازت السيدات بالسوبر المصري وبطولة الدوري.